السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل امبارح الى العاصمه الصينيه بكين تلبيه لدعوه الرئيس الصيني شي جين بينغ للقيام بزياره دوله جمهوريه الصين الشعبيه. تتضمن زياره الرئيس السيسي عقد جلسه مباحثات قمه مع الرئيس الصيني ولقاءات مع كبار قيادات الدوله الصينيه. ايضا تتضمن حضور الرئيس السيسي للجلسه الافتتاحيه للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. امبارح ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف توافر السلع في الأسواق وخصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. الدكتور مدبولي أكد الحرص على زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية والتموينية واللحوم بأسعار مناسبة لكافة شرائح المواطنين. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية. تتضمن زيارة الرئيس عقد جلسة مباحثات قمة مع الرئيس الصيني ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية، وأيضا حضور الرئيس للجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مقترح إنشاء منظومة رقمية لكافة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية في اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية اللي بيتم تنفيذها حالياً في المجال الزراعي وبذل ما يلزم لدفع سير العمل بها، مشيراً إلى أنه يأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروعات جهاز مستقبل مصر. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وأكد مدبولي أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة اللي بتكفل حوكمة الهيئات الاقتصادية ودعم تحقيق التوازن المالي لها، كما وجه بإنشاء مجموعة عمل أو لجنة فنية لدراسة جميع المقترحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات الاقتصادية وإصدار توصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جهود الجهاز في ضبط الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية. وجه مدبولي بإحالة المخالفات اللي تم رصدها من قبل الجهاز للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة جاهزية المتحف المصري الكبير للافتتاح وتطوير المناطق المحيطة. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن العالم ينتظر الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير اللي بيعد أكبر متحف في العالم لما يحويه من عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة، وأيضاً قاعات العرض اللي بتستخدم أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي لإظهار تاريخ الحضارة المصرية القديمة. لذلك فالأمر يتطلب منا إضافة اللمسات الجمالية للمنطقة المحيطة بالمتحف وأيضاً جميع الطرق المؤدية إليه. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف توافر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع وإجمالي توريدات القمح المحلي خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وأكد رئيس الوزراء الحرص على زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية والتموينية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين في فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة وعلى مستوى جميع المحافظات.